جملة انه الخير بيكسب بس في سينما روفلي. ايوه. ايه بقى اللي هي الشر بيفوز في الدنيا وفي ريفولي بس يفوز الخير. يا سلام. في الدنيا وفي ريفولي بس يفوز طبعا الخير. سينما ريفولي اللي كان زمان سينما واحده دلوقتي بتيجي قاعه فيها خمس ست سينمات، لكن السينما واضحه هنا من اول اللص والكلاب لغايه سينما ريفولي موجوده وشاديه اللي جايه من الماضي. مره اخرى السينما في عالمك. لكن قبل ما اتكلم عن السينما في عالمك، عايز اتكلم عن هذا العالم الموسيقي اللي صنعه يوسف العدل الموسيقي الشاب الجميل. طبعا تحفه. هو معانا دلوقتي على الهوا. و استاذ يوسف مساء الفل، ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ مبروك هذا العمل الرائع الجميل. والحقيقه لسه كنا قاعدين نسمع البيانو بتاع يعني راديو، شيء بديع الموسيقى اللي هي موسيقى تصويريه وموسيقى مصاحبه وموسيقى يعني شارحه وموسيقى مفجره ومحرضه. خليني اعيد مسرح الجريمه مره اخرى واخلي عمر طاهر بيكلمك دلوقتي كانه بيعرض عليك الفكره. عمر معاك يا استاذ يوسف. يا يوسف مساء الفل، ازيك كبير؟ عامل ايه؟ الف مبروك. انا الحمد لله بخير. مبروك. انا كان عندنا تخوف انا ويوسف في اول الشغل، اللي هو احنا عايزين نعمل ايه بالظبط. يعني بنجرب ويوسف خياله في الموسيقى يعني ملوش حدود. واصلا عرفته يعني اتعرفت عليه لما لقيت حد عامل ريميكس لتراك حاطط فيه عبد الحليم حافظ جنب بول سميث جنب محمد فوزي، يا سلام، جنب تيمبو من حاجات مايكل جاكسون، وعامل خلطه كده غريبه جدا يعني. فدورت عليه وكلمته، تقول له انت اللي عامل، انت اللي عامل الجريمه دي. فحبيته من ساعتها يعني. الواحد بعد كده يقول اهلا بيك المجرم الموسيقي الاستاذ يوسف العدل. دي الحقيقه. الحقيقه. وحتى هو لما جه يقول لي هو عمل ايه في تراك معين، استخدم يعني مصطلح بقى هو اللي بنينا عليه بقيه الشغل. قال لي انا في التراك ده حطيت بس ايه مزيكا خبيثه. يا سلام. قلت له بص امسك في خبيثه دي، احنا المشروع ده كله خبيث، عايزين المزيكا الخبيثه دي. فهو انا يعني انا يعني بشكره وعايزه هو اللي يتكلم، مش يعني اتكلم يوسف. انا بشكرك والله. انا دايما اللي بحاول اغش منك. انا اصلا انا كان عندي التخوف فعلا زي ما قلت في اول الشغل، بس من ساعه ما انت اديتني الطريق او شكل اللي في خيالك كان عامل ازاي، انا كنت مطمن خالص. انا كنت بشتغل من غير خوف خالص، لانه انت وريتني في ايه في بالك. وبعد كده لما كنا في الاستوديو وبنسجل حسيت كل حاجه رايحه فين، وحسيت انهم كلهم فعلا يعني كيان واحد، وحده واحده، لكن كل حاجه فيهم زي ما تقول شباك على حاجه معينه، فتحة طاقة كده على حاجة معينة في الكيان الواحد ده. فبقيت أنا مطمن إنه الشكل اللي في بال عمر كذا تمام بقى، كذا ده فيه منه سكك كتير قوي فعلا. نعملها إزاي؟ لا أنا أخدها من الكلام ذات نفسه، لأن هو الحقيقة الكلام إحنا كنا قاعدين في الاستوديو بنسجل في الكنترول روم، أنا ومهندس الصوت قاعدين ناخد يعني إحنا بنسمع الكلام لأول مرة. فعمالين نسمع وردود فعلنا اصلا هو هي مش واصله له، هو ما يعرفش كان ايه اللي بيحصل. بس احنا الاثنين كنا يا بنضحك يا بنمزمز اللي هو اللي هو دي يا اما يا عيني يا اما عارف كانك قاعد تسمع حد. انا بقول الله وبيقول الله. بالظبط. بس امتى بقى كنت بتقرر انه هنا النوع ده من المزيكا مع القصيده دي؟ يعني ليه البيانو مع الراديو؟ ليه الايقاعات مع الصغرى؟ يعني ليه الايقاع بقى اسرع في الصغرى سبعه وبقى في اهدى في ليه؟ منين بقى الافكار دي؟ هو الحقيقه كان الموضوع كنا اشتغلناه على مرحلتين. هو الحكايه دي ابتدت من فتره طويله قوي. كنا اشتغلنا ثلاث قصايد منهم الصغرى سبعه، وده اسمها الجديد يعني، كان ليها اسم ثاني قبل كده. فانا كنت شغال قبل كده وده تحدي تاني برضو، احنا ازاي المرحلتين دول نجمعهم في حاجة واحدة يبانوا واحدة واحدة في الاخر. قبل كده الصغرى سبعة انا كنت شغال بخيال تاني. هي مبدئيا هي وتسع حبات ريفو اكتر قصيدتين بحبهم جدا في الديوان.
ومش عارف ليه الصورة 7 دي فيها ايه بالظبط، بس انا شايف يعني انا اكتر حاجة بحبها علي عبد الخالق. يعني حلوة جدا برضه، بس انا مش عارف بالنسبة لي انا، لان انا من عشاق الشتاء برضه، والصور اللي فيها حاجة مش طبيعية خالص يعني. فالصورة 7 كمثال انا كنت حابب انه يبقى فيها مثلا هو بيتكلم عن حد غايب، ايا كان الحد بقى ده حد فعلا ولا حاجه ولا شعور ولا ايا كان، بس انا قررت تجري وراها ولا ايه؟ حبيت اترجم الحد ده في جمله، جمله ده تبتدي ورا كده في الخلفيه، زي ما تقول كانه طيفها كده هو اللي باين، طيف الحاجه اللي غايبه ده ايه، وبعدين تبتدي توضح واحده واحده كل ما بيبتدي يتكلم اكتر عن شعوره في غياب الحاجه دي او الحد ده. ف يعني توصل في الاخر ان الجمله كل ما توضح يبان انه بيتكلم عن شعوره في حضور الحد ده مش عن الحد نفسه او الحاجه دي. فحسيت انه هنا جمله ممكن يكون في زي ما تقول ميلودي كده باين سولو، في بقيه الحاجات لا، في بقيه الحاجات هتلاقي بس مثلا هي نجف اللي فيها حاجه زي كده، لانه برضو حسيت فيها نفس الشعور. بقيه الحاجات ما فيهاش حتى ايقاع، فيها بس يا دوب المود، انا خدت المود والكلام عايز يروح فين يعني. الخباثه اشتغلت على الخباثه. ايوه علاء عبد الخالق كمثال كان فيه انترو لحميد الشاعري، بما انه برضو من ابطال القصيده، صحيح، كان عاملها لعلاء عبد الخالق، وكانت مستخبيه في اغنيه كده ما كانتش حتى هي السولو البطل او البطل البسيط. طلعتها انت من ال، انا كنت حاببها جدا، ولما لقيت القصيده بتتكلم على ده فقلت طيب انا اعمل بنى المزيكا والجمله دي تبقى تخش كده في اوقات معينه في الخباث. بحيث اللي فعلا حابب علاء عبد الخالق وحاسس بالكلام اللي بيتقال والصور والحاجات اللي الجيل ده مر بيها والجيل اللي بعده. رائع. طب في 8 حبات ريفو في 8 قصائد قطع وبتنوعات مختلفة وفي مناطق، صحيح ممكن يبانوا كلهم ريفو يعني لكن متنوعين، اشتغلت انت بتقول ان دي اكتر حاجة حبيتها مع الصغرى 7. فعلا ومش من الاول، ما حبيتهاش من الاول، لا حبيتها بعد ما اشتغلت فيها اصلا. واشتغلت فيها بنفس المنهج يعني اللي هو نشوف الكلام بيقول ايه بس في 8 حبات ريفو ابتديت الاول اعمل زي ما تقول اساس يعني او فرشه يبقى عليها الموضوع كله، وبعدين جت من عند عمر اقتراح انه طب تعالى نعمل فواصل من اغاني بنحبها، مقدمات موسيقيه منها او سولوهات منها وكده، تبقى فاصل بين كل واحده والثانيه. انا كنت ناوي اعمل فاصل بس يبقى فاصل من الفرخه اللي كانت معاه او من الاساس الموسيقي اللي انا عملته، لكن هو ضاف لي الحته دي فرجعت لهم تاني الاغاني ده، وهو كان مختار حاجات كتير وانا شفت ايه اللي ماشي منهم مع الاساس اللي كنت عامله. جميل جميل. في حاجات وقعتها اللي حسيت ان هي مش هتخدم الكلام مع المزيكا دي، ممكن تخدمه مع مزيكا تانية. فاخترت دول، وبعدين لما سمعته انا سمعته بعد ما خلصت يعني بمدة، لان انا كنت ده اكتر واحد كنت خايف منه، فلقيت نفسي حابب التراك جدا وكنت خايف بقى ان انا اسمعه. فلما سمعته قال لي تمام وبتاع، وبعدين راح رامي كلمة كده في الاخر قال لي وده يعني ده من احسن الحاجات اللي اتعملت في الديوان. فقلت له الحمد لله شكرا. طلعت حاجة بنادول خالص شريف بس. انا عايز اقول نظرتي ليوسف بعد ما خلصنا الشغل، طبعا نظرتي دي قديمة يعني، بس بعد ما خلصنا الشغل في المشروع ده بقت نظرتي ليه بين نارين، ما بين ان انا عايز اشاور لكل اللي بيشتغلوا في الغنى والمزيكا في مصر على يوسف واقول لهم في كنز اهو يعني الحقوا يعني خدوا منه، وما بين ان انا عايز اغطي عليه، انا مش عايز حد يشتغل غيري. لا بس الحقيقه يوسف عمر اللي قال لازم نكلم يوسف في الحلقه، يعني لابد ان يشكر له ذلك حين يذكر. طبعا لا فعلا هو حتى يعني حتى الحاجات اللي انا بعملها شغلي انا بعيد عنه، انا بحاول اغش منه اصلا ان ازاي الواحد يشتغل فن. جميل. محرض ابداعي طول الوقت دايما محرض فعلا، طول الوقت بيدور على جديد. ف
فانا اشوف عمر عمل ايه واقعد اقول لي يا دي النيله، طب الواحد يعمل ايه دلوقتي؟ طب تعالوا نشوف انتوا الاثنين عملتوا ايه بقى، نسمع مع بعض علاء عبد الخالق. واشكرك جدا جدا يا يوسف، استاذ يوسف العدل الموسيقي الرائع.